كنت بتكلم كمان قبل ما نخش في تفاصيل مفاجآت كبيرة حصلت على مستوى النتائج، على مستوى يعني الأداء. أنت شايف على مستوى الأداء، على مستوى طرق اللعب، على مستوى المدربين، شايف البطولة الأفريقية لغاية دلوقتي رايحة لفين أو واقفة فين؟ يعني بصراحة كانت متباينة بشكل كبير، يعني يمكن حتى باخد لها مثال منتخب تونس. منتخب تونس مشواره في البطولة دي بيعبر عن البطولة كلها، اللي هو إيه؟ بيمشي على سطر ويسيب سطر. يعني مثلا اول مباراه خسر من مالي، ثاني ماتش كسب موريتانيا، ثالث ماتش خسر من غينيا، عفوا من جامبيا، رابع ماتش كسب نيجيريا، خمس ماتش خسر من، يعني يكسب ويفوز يكسب ويفوز، ومفيش اي ثبات. يعني مثلا يكسب نيجيريا العملاق اللي هو كان المنتخب الوحيد اللي كسب مثلا ثلاث مباريات وبتسع نقاط كامله، الوحيد اللي عمل كده بيفوز عليه، وبعدين بيخسر من بوركينا فاسو، وبيخسر من جامبيا قبلها اللي هو اول متاهل البطوله، اول مره يصعد يعني البطوله او يشارك في البطوله. كذلك برضو هنشوف منتخب زي جزر القمر اول مره يشارك وبيتأهل وبيطلع منتخب زي غانا، ومش ضربه حظ الفوز عليها، ما كانش 1-0 مثلا ببلاتشا، لا ده 1-2 و3. صحيح. يعني حتى لما غانا قدرت ترجع في النتيجه، وده طبيعي جدا لمنتخب كبير، قدر هو ياكد فوزه كمان بالهدف الثالث. فسبحان الله الخريطه اتغيرت، ودي حلاوه بصراحه او متعه البطوله، ان انت مش لها توقعات. يعني انا دايما حتى لما نيجي بس الكلام لمنتخب مصر، دايما بشبه البطوله دي بالنسبه لمنتخب زي بطوله 98 بالظبط، في حاجات كتير بالظبط زي حاجه، وحضرتك طبعا كنت موجود فيها عارف الكلام ده لما بدا، بس مع بعض الاختلافات. يمكن الراحة العظيم الكابتن محمود الجوهري لما قال لك احنا مش هناخد المركز ال 13، الناس قامت عليه وبتاع. نفس الكلام لما كروش قال لك احنا مش مستعدين للبطولة، مش هناخد ومش مطالب، وحتى صلاح قال احنا مش مرشحين. ده ان كان تصريح سيء، الناس كلها هجمته عليه ان منتخب مصر ما ان يشارك في اي بطوله حتى لو وديها ومرشح الفوز بيها، ولكن هو رفع الضغط تماما عن كل اللعيبه زي ما عمل الكابتن محمود. ما طبيعي محسن، دايما في البطولات زي كده بتكون الغرف المغلقة دايما بتبقى ليها أهداف بالزبط. والمعلن ممكن جدا طبعا طبعا لتمويل الخصم حتى، يعني حتى لما طبيعي. الكابتن جوهر الله يرحمه قبل البطولة قال كده حتى على مستوى المنافسين اللي هيقابلوك، يقول لك هو منتخب معنويا واقع وما عندوش ظهر إعلامي وما عندوش والجماهير حتى بتتكلم عليه وحش، بالتالي بتشيل الضغوط على اللعيبة ويبقى عندك أمور حتى تقدر تشغل عليها. بالمناسبة هي النقطة دي اللي وقعت منتخب الجزائر، الفرق ما بين الجزائر 2019 والجزائر 2021 إن الجزائر 2019 ما كانش عليه أي ضغوط خالص، ما كانش مرشح للفوز باللقب، قدر يمشي بشكل جيد، وطبعا الفرقة كلها كويسة جدا، قدر يتسلل للبطولة وخد البطولة عن جدارة استحقاقه، ما كانش مرشح. المره دي لا، كله عامل له 1000 حساب، ده مش بس واخد كاس الامم الافريقيه، لا ده واخد كمان كاس العرب وفرقه غير الفرقه وعنده فرقتين، وقبل ما يلعب البطوله على طول كان راح لعب مباراه وديه مع غانا وقدر يفوز عليها 3-0 في قطر. فلا حدث ولا حرج، وعنده وفر في كل حته، راح اتغلب وطلع من الدور الاول. وده اللي بتكلم عليه محسن، ممكن يكون الثقه في النفس الزياده شويه بتاثر بالسلب اكيد. ده شفناه، مش هنقول طبعا منتخب الجزائر منتخب عربي، نتمنى ان هو يكمل، لكن انا بتكلم على الدروس المستفاده. صحيح. الدروس المستفاده من خروج فرق كبيره زي ما بتقول الجزائر حامل اللقب السابق بيخرج من دور المجموعات. ان شاء الله كمان من الحاجات اللي احنا لازم نستفيد منها، وعايز اكلمك قبل ما نخش على منتخب مصر، لما بنقول خريطه الكره في افريقيا بتتغير علشان في لعيبه محترفين بشكل اكبر حتى على المستوى الثاني والثالث من المنتخبات. انا دايما ببص لقدام شويه، يعني دايما ببص لقدام شويه. يعني انت شايف منتخب، مش هقول لك منتخب مصر دلوقتي ولا السنه الجايه بعد كاس العالم، انت شايف منتخب مصر كمان 4 سنين هيكون ازاي؟ لا بالتاكيد، يعني عايز اقول لحضرتك ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه، مثلا في مباراه كوت ديفوار رغم ان الفوز عليها على كوت ديفوار كان بضربات الحظ الترجيحيه، لكن الناس كانت مبسوطه ليه؟ انا حتى لو المنتخب كان لا قدر الله خسر انا كنت ابقى مطمن على الفرقه، لان هو كان مسيطر وشكله حلو. انا لما شفت منتخب كوت ديفوار، منتخب مصر قدام كوت ديفوار، انا اطمنت على ماتشين السنغال اللي هم الاهم بقى، يعني اهم من كاس افريقيا كلها، ان انت تصعد كاس عالم وتلعب كاس عالم هذا الجيل يستحق طبعا، عندك افضل لاعب في العالم، ولا تلعب امتى في كاس العالم ما بتلعبش في الجيل ده. صحيح. فعشان كده لما شفت مباراه كوت ديفوار انا اطمنت على ماتشين السنغال، وانا دايما بحب ان المنتخب يقابل فرق كبيره، يعني كل ما يقابل فرق قويه بيدي اكبر. يمكن حضرتك قلت في الانترو ان حته الفندق ويخليهم فيه عشان ده بيدي حافز، بالظبط، لان من رحم المعاناه يولد الابطال. انا مش عايزه يبقى قاعد مرفه جدا، فبالتالي العمليه في الترفيه فخلاص بيبقى العمليه
سهله. طبعا الاجيال اتغيرت واللعيبه دي طبعا لعيبه طبعا بتلعب بمستويات عاليه، لكن طبعاً دايما انا شايف خاصه البطوله الافريقيه بطوله مميزه جدا ملهاش مثيل في العالم بالزبط. يعني على مستوى خاصه ليها مواصفات خاصه ومفاجاتها الخاصه، وحتى على مستوى الاقامه على مستوى المعيشه، وفقر القاره بيفرض نفسه عليها. صحيح بالظبط، يعني فقر القاره الظروف بتفرض نفسها، انك طول الوقت قاعد تتكلم اصل واحد خطف المايكات ومشي، اصل ما جابوش اتوبيس وجابوا لهم مش عارف الناس ركبت مش عارف توك توك، حاجات غريبه جدا. حتى الكروس اتاخر على الاجتماع بسبب الزحمه، بسبب الزحمه والمساحات اللي كان فيها يعني شويه غرائب. يعني دايما العجائب بتبقى موجوده في الكره الافريقيه، ولكنها في النهايه بصراحه بتدينا نكهه بصراحه بتدينا بتدينا طعم حلو بصراحه البطوله. صحيح. في الاخر انت بتحب مش عايز تخلص، يعني حتى لما تلاقي ايه كل ما تقرب للنهايه بتتمسك اكتر، وتلاقي حته الاهلي والزمالك تتلاشى شويه. يمكن صلاح طبعا كان فجرها قبل ماتش كوت ديفوار والناس، وجابت نتيجه، وعشان كده صلاح قائد ليس داخل الملعب ولكن خارج الملعب ايضا، هو قدر يلم الموضوع ده، حتى تلاقي الموضوع التحفيل ما بين الجمهور الاهلي والزمالك هدي شويه، قال وبدا الناس يا عم مش وقته بقى. صحيح. يعني هيجي حفل مثلا على لعيب زمالك مش وقته، مش وقته، خلينا دلوقتي والنبي بلاش. يعني حتى لما يجي كان احد المنتمين لنادي معين كتب كده بيشيد بحد، فجمهوره نفسه دخل قال له لا مش وقته، يعني مش وقته ده، مش وقته يا عم، خلينا مع المنتخب، لان في النهايه اللحمه هي اللي خلينا نتكلم في دوت لما الدوري يبقى ده اهلي وده زمالك وده اسماعيلي، يبقى في منافسه، لكن احنا بنتكلم باسم مصر طبعا، اسم مصر اكبر من اي حاجه، وان شاء الله باذن الله انا متفائل شويه يا محسن، ان شاء الله باذن الله المشوار شايفه كده ان شاء الله رايح للبطوله.